صباح الخير أكيد، وأهلا وسهلا بكل الأشخاص اللي انضموا لإلنا، وأهلا وسهلا بضيفتنا اللي صارت موجودة معنا بالاستديو، سارة السخني. يسعد صباحك يا سارة، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم جميعا ونهاركم سعيد يا رب. بصبح عليكم بشكل خاص طبعا، شكرا لدعمكم مع طاقات الشباب، وشكرا لاستضافتكم اللطيفة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك. يعني بداية سارة، أنت طالبة جامعية. نعم. إحنا اليوم مستضيفينك عشان نحكي أكثر عن المبادرة اللي هي مبادرة عالمية وتستهدف دائما طلاب الجامعات والشباب وبتستثمر بطاقاتهم. هالت برايت فاونديشن هي مبادرة ومؤسسة عالمية، بدنا نعرف منك دورك من خلال هذه المبادرة ومشاريع السنة، تفضلي. يعطيكم العافية. بداية بحب أعرفكم بنفسي، سارة السخني، مدير حرم جامعة البلقاء التطبيقية لمسابقة هولت برايز لسنة 2022 عفوا ل 2023. طبعا هولت برايز يعني زي ما نحكي هي أكبر منصة لريادة الأعمال. صحيح. في حول العالم، منصة يعني عالمية بعدين. بالضبط. هي بتجمع طاقات الشباب ككل علشان يطلعوا بمشاريع لحتى يحلوا أزمة في المجتمع أو في العالم. هذا الحلول رح تكون لهم كمشاريع كبيرة. نعم. رح يتم تنسيقها على أرض الواقع، بعدين رح يكون يعني هي لها إجراءات كتير صراحة، هي بتتكون من 4 مراحل وكذا. صحيح. فإلها أكثر من شغلة. نعم. والأغلب كتير بيسأل شو يعني هولت برايز، يعني كيف رح نكون مع هولت برايز بالضبط، كيف بيقدروا يشاركوا بمسابقة هولت برايز. بالضبط. كيف رح نقدر نشارك بهولت برايز؟ يعني هي صراحة كتير يعني إلها يعني زي ما نحكي استيكرات كثير. يعني بداية بتتكون من 4 ستيجز. نعم. يعني أول مرحلة بتكون يعني إنه هو إنه بينافس على مستوى جامعته. تمام. لما ينافس على مستوى الجامعة كشخص رح يخضع للجنة، يعني لجنة تنسيقية. هاي اللجنة رح تأهل المشروع الفائز زي ما حكيت، يعني إنه هذا المشروع رح يكون كبداية لداخل جامعة البلقاء التطبيقية كجامعتنا يعني. بعدين تتنافس الجامعات بعدين الأخرى. بعدين بتنافس على مستوى الجامعات بعد تأهيل فريق واحد. نعم. طب احكي لنا عن مشاركتك أنت يا سارة. أنا دوري كتنسيق، أنا بنسق أمور لوجستية، أمور قانونية يعني بالجامعة نفسها، بساعد الطلاب إنهم يوصلوا اللي بدهم إياه. في دور يعني إنه ممكن أنا أضمن لهم مثلا حق المشاركة لحتى هم ينافسوا. نعم. على مستوى جامعتهم ومثلوا الجامعة لا أعلى. نعم. مراتب. هلا هاي المؤسسة بتستثمر بعقول الشباب اليوم وبتركز على العقول النابهة. نعم. سارة، وبتفرجي قد ايه في عندنا طاقات شبابية لازم انه يكون تحت اشراف وتوجيه. خلينا من خلالك لطلاب الجامعات اليوم اللي عم بسمعونا وعم بحضرونا نشوف الإضافة النوعية لمشاركتك بضمن هاي المؤسسة، لانه اليوم احنا لما بنحكي عن شباب جامعات في ناس بتكون طبعا احنا لا نعمم، ناس بتكون عندها طاقات مش عارفة توجهها، عندها امكانيات مش عارفة وين تروح فيها. خلينا نحكي شو ضافت لك هاي المشاركة. طبعا هولت برايز هي مسابقة كثير ممتازة، يعني هي بداية لكل شيء، يعني بداية لكل شيء جديد. صحيح. بداية أول ما حد يعرف عن هولت برايز بيحكي لا أوكي صعبة، I think إنه هاي الشغلة صعبة رح تكون إلك، أو إنه أنت كطالبة جامعة وتخصصات طبية فرح تكون صعبة عليكي، أو إنه أنا مثلا أو شخص بده يشارك يحكي إنه مسابقة هولت برايز ممكن ما تزبط معي، أو أنا كيف ممكن أنافس على مستوى عالم. لكن الفكرة هو إنه مش هو اللي ينافس. صحيح. الفكرة إنه هو يكون الشخص المنظم لجامعته. نعم. يعني إنه أنا ممكن يعني أنظم في جامعة البلقاء التطبيقية أو أي جامعات في المملكة على أساس أني أشتغل مع فريقي لحتى يوصل للدرجات اللي بده إياها. نعم. يعني إحنا صراحة عندنا شغف أنه نوصل للجائزة $1,000,000، يعني لحد الآن ما حد يعني وصلها من المملكة الأردنية الهاشمية، لكن صراحة عندنا الشغف والطموح أنه نوصل لهذه الجائزة. نعم. أفكار المشاريع اللي بتتقدم لها المسابقة على إيش بتكون، يعني إيش إطارها أكثر؟ هسا كل سنة بيتم طرح تحدي جديد. صحيح. طرح السنة يعني مثل أعطيك إياها، مثل الأمن الغذائي، مثل كيف أنا ممكن أحصل على المياه، كيف أنا ممكن أحصل على الطاقة، على الغذاء والتعليم بشكل عام. هاي كل سنة بيحددوا موضوع بس تكون في تحدي مختلف. تمام. تحدي اليوم هو تحدي كثير جميل، يعني هو يعني تحدي هاي السنة رح يتطرق على مواضيع تصاميم الأزياء. يعني أنا كيف ممكن أشتغل على إعادة تدوير أو حلو. إعادة تصميم الأزياء على عشان يكون فيها أكثر استدامة. نعم. يعني بنشوف إحنا في مكبات الملابس قديمة، بصير عندنا مكبات الملابس في المجتمعات. صحيح. بالضبط. فهذا كله بيقل طبعا بيزيد أول إشي التلوث على البيئة، استهلاك على الموارد. صحيح. طبعا بيأثر على البيئة بكل الإمكانيات، فهون إحنا بنقدر إنه نشتغل على هذا الموضوع من خلال إنه
نشتغل عليه انه نقدم افكار اكثر للطلاب المشاركين. نشتغل عليه مثلا انه نستخدمه ونعمل اعاده تدوير له او نبيعه اعاده تدوير في شكل عام. طيب ساره الطرح اليوم او الاطروحات اللي بتكون من خلال هذه المؤسسه دائما بتكون لتحديات كبيره في العالم. نعم. والتغيير اللي بيصير من خلال الشباب تغيير جذري وايجابي. صح. يؤثر على العالم بشكل عام. هلا اذا بدنا احنا نوقف عند مبادره فكره الشباب او كيف نستثمر بطاقاتهم، عم نحكي احنا اليوم شباب رح ياثروا ويوسعوا مدارك اللي اكبر، يعني انتم اليوم شباب صغار يمكن ما يكون عندكم مشاريع تصميم ازياء، لكن حتى مصممين الازياء العالميين رح يستفيدوا من هذا الطرح. صح. خلينا نوسع شوي المدارك اكثر ونشوف من خلال التنسيق اللي انت عم بتقومي فيه، شو لمستي اليوم من الطلاب المشاركين؟ شو في افكار جديده؟ شو في اشياء لفتت انتباهك؟ شو في اشياء ممكن عن جد تخلي الاردن اليوم بمكانه بهاي المؤسسه او هاي المبادره تاخذ جائزه؟ صحيح. هسا اخر نشاط عملناه في جامعه البلقاء التطبيقيه كان. نعم. الشباب تقريبا هم ما كانوا عارفين شو هي الهولت برايز مضبوط. نعم. فكانوا حابين انهم ينضموا لكن عندهم مخاوف. صحيح. يعني مثل اللي حاب انه يتقدم ومش قادر انه يتقدم طبيعي. فبعد. نعم. هيك بعد ما تم اللقاء وبعد ما يعني عرفنا اكثر عن المسابقه وعرفوا انه رح يكون في تدريبات خاصه لهدول الشباب انهم. صحيح. ما رح مباشره انهم ينافسوا ويصمموا ازياء، لا هي كبدايه كتكون على فكره، هاي الفكره انها رح تطلع معهم علشان إذا أعلنوا، يعني بداية رح تكون على مستوى جامعة بعدين على مستوى مملكة بعدين على المستوى. نعم. الأقل ككل. نعم. المرحلة الأخيرة هي اللي رح تكون اللي رح يعلن فيها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. نعم. عن الفائز بجائزة المليون دولار. هاي المليون دولار علشان الفريق الفائز يبني في فريق يبني في مشروع، وهون إحنا بنحكي يعني إحنا بنتطرق إنه الفريق ما رح يكون مستفيد بس من شغلة إنه المليون. صحيح. أو من شغلة إنه أنا كمنظم هولت برايز، لا أنا. نعم. ممكن أكتسب أكثر من شغلة. مزبوط. أول شغلة ممكن أكتسبها كطالب. نعم. إنه أنا ممكن أتدرب نفسي على إدارة المشاريع في شكل عام. 100% صحيح بالضبط. طبعاً. ثاني شغلة إنه ممكن الشخص إنه يكون يعني إن شاء الله أي فريق يكون فائز ممكن يعمل مشاريع في بلدانه أو. صحيح. في العالم ككل يستفيد من العالم كامل. يعني هون إحنا بنحكي إنه الجميع استفاد منه، هو كشخص وكمجتمع. مزبوط. وكعالم استفاد من هذا المشروع. يعني يا سارة هاي الأفكار وصراحة وتطبيقها على أرض الواقع الهدف منها اليوم والهدف من هاي من ريادة الأعمال اليوم وخصوصا الطاقات الشبابية استغلالها وتوفير فرص لها. نعم. وتوفير سبل حياة أكثر راحة لكل العالم، فبنشكرك وبدنا نقول لك يعطيك العافية ولكل شبابنا اللي مشاركين اليوم بالجامعات الأردنية من كافة محافظات المملكة، نتمنى لهم كل التوفيق والدعم. شكرا لحضورك. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك سارة. شكرا، شكرا نورتينا.